السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه القناة المخصصة للتعريف بالشيخ الأكبر محي الدين بن العربي وجوانب من حياته وفكره من خلال سلسلة من المحاضرات التي يلقيها فضيلة الشيخ عبد الباقي مفتاح حفظه الله. تأتي هذه المبادرة نتيجة الاهتمام المتزايد بفكر الشيخ الأكبر وكتبه، والذي لم يعد مقتصرا خلال العقود الماضية على قلة من الباحثين والمهتمين بالتراث الصوفي، وإنما أضحى في مزيد اتساع وانتشار، كما هو ظاهر من تكرار طباعة ونشر كتبه ورسائله وأشعاره وترجمتها إلى اللغات المختلفة، إضافة إلى الندوات والملتقيات والأطروحات الجامعية حوله في الشرق والغرب. نأمل في هذه القناة أن نلقي الضوء على مساهمة بعض العلماء العرب في دراسة التراث الأكبري. وهنا أذكر بقول للدكتور جيمس موريس في أحد أبحاثه بأن أهم مساهمتين في دراسة تراث الشيخ الأكبر خلال القرن العشرين كانتا لباحثين عربيين، وهما المرحوم عثمان يحيى ودراسته حول التراث حول مؤلفات الشيخ الأكبر، والدكتورة سعاد الحكيم وكتابها المعجم الصوفي. والشيخ عبد الباقي حفظه الله هو أحد أبرز المختصين بفكر الشيخ الأكبر، لا في العالم العربي والإسلامي فحسب، وإنما على مستوى العالم قاطبة. له أكثر من 30 كتابا حول الشيخ الأكبر وفكره، وعشرات الدراسات والكتب والترجمات حول التصوف بشكل عام. كنا نأمل أن نسجل معه لقاء مباشرا وموسعا، غير أن صعوبة التنسيق بين أطراف مختلفة مشتركة في هذا المشروع، وصعوبة تأمين اتصال جيد ومضمون حال دون إجراء هذا اللقاء. واقترح الشيخ تسجيل اللقاء وإرساله لنا، وهذا ما حدث مع المحاضرة الأولى، وطلبنا منه المزيد فوافق مشكورا، ثم ألححنا عليه بطلب المزيد فتفضل بإرسال المزيد من المحاضرات أو المداخلات كما يدعوها، والتي امتدت وتوسعت لتغدو سلسلة متكاملة تناقش مختلف جوانب فكر الشيخ الأكبر. ناقشت مسائل مثل وحدة الوجود والإنسان الكامل والأعيان الثابتة وعالم المثال ومراتب الوجود، إضافة إلى أفكار الشيخ الأكبر في الفلسفة والفن والفقه والشعر، والكثير من المسائل التي ناقشها الشيخ الأكبر في خصوص الحكم والفتوحات المكية وكتبه الأخرى. معظم هذه المحاضرات يتراوح بين نصف ساعة إلى 45 دقيقة، وفي بعض الحالات القليلة عندما تجاوزت الساعة سيتم عرضها على جزئين. لم يتم إجراء أي تحرير أو تغيير أو إضافة أو حذف على هذه المحاضرات، اللهم إلا إضافة بعض العناوين البارزة خلال المحاضرة، أو إضافة بعض الصور لعلماء أو أغرفة كتب يرد ذكرها في المحاضرة. هذه القناة هي جزء من مشروع أكبر في جامعة موناش بأستراليا بإشراف الدكتور أيدوغان كارس لدراسة جوانب من تراث الشيخ الأكبر، وهذا المشروع بعنوان مبادرة ابن العربي للبحث بين الأديان. يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذا المشروع من خلال الرابط المرفق مع هذا الفيديو. وستعمل الجامعة على توفير جميع هذه المحاضرات بشكل مرئي ومسموع ومكتوب على موقعها الإلكتروني. سيتم نشر هذه المحاضرات تباعا مرة كل أسبوعين بدءا من الأسبوع القادم إن شاء الله. وقد أبدى الشيخ حفظه الله استعداده للإجابة على التساؤلات المتعلقة بهذه المحاضرات وبفكر الشيخ الأكبر بشكل عام، ولذا يمكن للراغبين والمهتمين الاشتراك بالقناة ومتابعة المحاضرات وطرح ما يرغبون من أسئلة. نشكر الشيخ عبد الباقي حفظه الله على تفضله بهذه المحاضرات، والتي نأمل أن تستمر وأن تساهم في توضيح جوانب من فكر الشيخ الأكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.